بين نحلة وذبابة كانت ذبابة تبحث عن غذاء ذهبت إلى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرًا إلى مطبخ منزل فوجدت صرصورًا داخله قال لها مرحبًا بالضيفة العزيزة هنا أغذية لذيذة نسي أصحاب المنزل غطاءها خذي ما تشتهين اكلت الذبابه والصرصور حتى شبعا غنى الصرصور ورقصت الذبابه فرحا فجاه داخ الصرصور وانقلب على ظهره قالت له الذبابه انهض هل ترقص معي لا انا لا استطيع قد أصابتني رشة مبيد للحشرات، فزعت الذبابة وفرت من النافذة. كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلاً لذيذاً. وفي طريق رجوعها إلى خليتها، رأت الذبابة تتخبط من الألم. اقتربت منها وسألتها: ما بك؟ اجابتها بصوت مختنق كنت انا وصديقي الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين اغذيه وفواكه لذيذه وخضر طازجه فاصابتنا رشه من مبيد الحشرات فمات الصرصور ففزعت وهربت بصعوبه وانا الان احس بوجع شديد انقذيني قطّرت النحلة قليلاً من الرحيق في فم الذبابة وقالت: هذا رحيق فيه شفاء لك، إبلعيه وانتظري قليلاً وستشفين. رأت فراشة ظريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها: اتركيها، إنها ذبابة قذرة تؤذي الناس، لا تسعفيها. فهي تنقل الجراثيم والميكروبات من المزابر إلى الأطعمة فيمرض الأطفال بسببها فإنها لا تستحق المساعدة ردت النحلة سأعالجها لعلها تبتعد عن القاذورات